يسعد أوقاتكم أحبائي، ويا أهلا وسهلا فيكم بتنوروا قناتي من أي مكان عم تتابعوني فيه. رح أعمل اليوم أطيب نوع كنافة ممكن تعملوه بأحلى شكل وأسهل طريقة وبدون الحاجة للفرن. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطولنا لايك، وإذا أول مرة بتشوفوا قناتي تشتركوا بالقناة. وبنبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطريقة، عندي أنا هون الكنافة، هذا كيس من الكنافة، طبعا هذا كميته منيحة يعني حوالي الكيلو، فأنا بدي أخذ القسم اللي بدي أشتغل فيه. هلأ هي الكنافة بتجي هيك على شكل طولي، على شكل خيوط طولية، وطبعا يفضل إنها تكون طازجة مثل ما شايفين هون. هيك عندي هاي الكنافة طازجة، فبتكون خيوطها طرية والتعامل فيها كتير حلو. فأنا رح أخذ القسم اللي بدي إياه والباقي بخليه بالكيس حتى ما تنشاف. هيك مثل ما شايفين بدي أفرد أنا هالخيوط اللي عندي، وبدي هلأ أقسمها حتى أستخدمها لوصفتنا. هلأ هيك بعملهم هيك بشكل مستقيم، وبدي أقيس هيك تقريبا حوالي الشبر وقطعها على هالطول هاد حتى تطلع عندي كلها بمقاس واحد. فبدي أقسمهم كلهم بطول واحد بواسطة المقص أو السكين اللي بترتاحوا فيه. فهيك أنا عم بقسم الكمية اللي عندي اللي بدي بحتاجها، وبشان وقت بدي أعمل أصابع الكنافة أخذ القسم اللي بدي إياه وأشتغل فيه. هلا بعد ما قسمت هيك بقى بدي اخذ كل كمية وبدي اعمل فيهم. هلا انا هون عندي قشطة، هي القشطة العربية البلدية كتير نوع ممتاز جاهزة يعني، وممكن استخدم اعمل القشطة المنزلية، عملتها انا بفيديو سابق، بحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. هلأ أخذت هاي الكمية من الكنافة، بدي هيك بخ عليها مي بوساطة بخاخ المي مثل ما شايفين من الطرفين من الوجهين. هلأ هاي العملية هيك وقت بخها بمي رح تصير عندي تطرى الخيوط الكنافة، ورح هيك تطلع شكلها حلو وقت بدي لفها. فكتير هاي هالحركة هي بتعطي بتفيدنا بشغلنا. هلأ هون بحط كمية من القشطة اللي عندي، ورح ألفها هيك ببرم على شكل رول، وبشد يعني ببرم بإيد وبشد الكنافة بالإيد التانية مثل ما شايفين هيك حتى تطلع عندي القطعة متماسكة. وهيك بلفها لنهايتها، وهاللي زايد هذا بقصه حتى يطلع شكله حلو، بقصها وبقيم الباقي وهيك برصها بشكل منيح. شوفوا ما شاء الله طلع شكلها هيك كتير مرتب وحلو، وما بدي انه يكون فيها اي خيوط طالعة من الكنافة. هلأ هيك بتابع كمان، رح اساوي كمان قسم تاني. هلأ هوني ممكن انه حط مي على بخ مي على طاولة العمل وحطها فوقها، و بخ مي من الطرف الثاني يعني حسب ما انتم بترتاحوا. هلا هيك مثل ما حطيتنا كمان قشطه وعم بلف مثل اللي عملتها بالاول، بشدها هيك بشكل كويس وبرصها حتى يطلع عندي شكلها حلو. وهيك بتابع كل الكميه اللي عندي، يعني اللي رايده اعملها انا شو بدي حسب القشطه اللي عندي وحسب الكميه اللي بدي ساويها. هلا هيك صارت عندي جاهزه حتى اشتغل فيها. هلأ هوني لازم أعمل القطر لأنه بدنا نحضره حتى يكون بارد. فعندي كاستين من السكر، بتضيف عليهم كاسة من المي. هذا القطر لأنه بدي إياه سميك، عاملينه يعني عملناه عدة مرات مع بعض. بحط عليه هلأ كاسة مي، وبدي أحطه على الغاز، على ما بحركه بالأول، بحطه على نار قوية حتى يصير يبدأ يغلي عندي، بحركه حتى يدوب السكر. وهون بدي أضيف عصرة ليمونة، هلأ بس نضفنا الليمون من وطي الغاز على نار منخفضة، وبتركه
حتى يتعقد شوي ويغلي ل يعني عدة دقائق. هلأ هيك صار عندي سماكته كويسة، فبطفي النار تحته وبتركه حتى يبرد، بينما ساوي كمل عمل الكنافة. هلأ بطواية على النار بدي حط كمية من السمنة، يعني 4 أو 5 معالق، بدي كمية منيحة لأن هي اللي بدي نعمل فيها الكنافة. وطبعا هون ما بدي احميها أنا للسمنة، هي يعني بس مجرد تذوب مباشرة بدي احط قطع الكنافة يعني حتى ما تحترق أو يعني بسرعة تصير. فهلأ أنا بدي هون النار تكون هادية. أنا هون وصفتنا بميزها إنه يعني ما بنحتاج لفرن، بالطواية بدنا نعملها، فكتير بتسهل العمل. إنه نعمل بالطواية بسهل علي هالحلى اللي بدنا نعمله، كتير بيطلع يعني وبصير بسرعة. هلأ عم بقلبهم هيك بس صار لون الذهبي، بقلبهم وبدي اقلبهم على كل الأطراف، يعني بقلب على الوجه الثاني وبرد على الجوانب كمان، لازم كل الأطراف يصيروا حتى يعني تطلع عندي محمرة من الداخل والخارج، ما بدي اياها على نار قوية ابدا. هلا هيك مثل ما شايفين حمرتها من كل الأطراف، ويعني وقت بتكون انه عم بعملها على نار هادية بصير كلها من الداخل والخارج نفس الدرجة. هلا هيك بعد ما طالعتهم هن سخنين، بدي احط عليهم القطر البارد حتى يتشرب القطر منيح، والكمية القطر يعني شو بتحبوا، اللي بحب قطر كتير او قليل ممكن تكتروا او تقللوا. وهيك حصلنا على أكلة الكنافة، بجد ولا أروع من هيك طعم، من هيك شكل، مثل الجاهز وأطيب بكتير. عمل حطينا فيها القشطة البلدية الطيبة، عملناها بالسمن، عملتها بالسمن الحيواني اللذيذ. وهون نسمع القرشة، يعني هي لأنها متحمرة من الداخل والخارج، طلعت عندي كتير طيبة، والقطر عطاها طعم كتير طيب. والقشطة بقلبها رائعة، ممكن كمان تنحشى مكسرات اللي بده كمان غير القشطة. فبجد أكلة ولا أروع من هيك، بدون فرن، سهلة، بوقت بسيط ممكن تعمليها، تقدميها لضيوفك وتعمليها. وإذا عجبكم هالفيديو أحبائي لا تنسوا تحطولنا لايك وتشتركوا بالقناة، وشكرا كتير لحسن المتابعة.